أنا أستاذ دكتور فايزة صقر، أستاذ الحضارة المصرية القديمة، كلية الآداب، جامعة دمنهور. دكتورة، بكونك مواطنة سكندرية، شايفة الصورة الانتخابية إيه؟ وإيه رأيك في الانتخابات؟ الانتخابات حاجة مهمة جدا، هي بتكمل خريطة المستقبل، هي برلمان يصدق على قوانين مهمة جدا أو لا يصدق عليها ويعيد إجراءها مرة تانية أو يعدلها. هو برلمان مهم جدا لاستكمال المشروعات الضخمة والمشروعات العملاقة اللي احنا بنأمل إنها تقضي على مشاكلنا في المفاسد الإدارية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في البلد، فهي مرحلة مهمة وخطيرة جدا. الأسماء المطروحة على الساحة، هل هي جديرة بتحقق هذه الأمال؟ نأمل، لكن حقيقة أنا شايفة بعض الأسماء وبالذات في اسكندرية، حزب النور يعني له أقدام يعني ثابتة وراسخة في اسكندرية، وأنا بستغرب يعني إزاي اسكندرية مدينة الكوزموبوليتانية، مدينة الحضارة، مدينة التنوع الثقافي والاجتماعي، فيها كل طبقات المجتمع من الفقير للمتوسط للغني، إزاي يبقى فيها حزب النور؟ حزب النور هو حزب متأسلم، كان متحالف مع الإخوان المسلمين، هو الجزوة، هو البداية، هو الفكرة للإرهاب الإسلامي، فإحنا كيف يكون لحزب النور يد وقدم ثابتة في اسكندرية؟ نحن نرفضه ونأمل في توعية سياسية للناس تقوله ده كويس، ده حزب نور، ده حزب وطني، ده حزب وطني قيادة فاسدة، مش يعني كل الحزب الوطني، حزب وطني قيادة فاسدة، لكن عايزين حد بقى يوجهنا يقول لنا خد بالك توعية، احنا عايزين نوع من التوعية للناس، نقول له فلان ده كويس، فلان ده مش كويس، ويعني نصيحة للمرشح، استعد للأسئلة الصعبة، استعد للمواجهة، استعد لتكون عضوا، مش مجرد ان انت تنزل معك شوية فلوس ولا فلان بيدعمك ولا انت صبي علان ولا ترتاح، مشكلة صعبة. اشكرك دكتور.